يعني مش صح. مجرد حفلة. لا هي مش حفلة خالص. هم كانوا ستيجز، هو بروجكت يعني، هو بروجكت. دكتور أمال يعني بصراحة عملت معانا كل حاجة. هي خدتنا الأول بمراحل. الأول طبعا أول كنا بنتمرن على الكات ووكس والإتيكيت وإزاي نتكلم، ومراحل الثقافية زي ما قلت لحضرتك كان في توبكس لازم نتعلمها ولازم نعرفها ونذاكر، عشان كمان في الحفلة النهائية هو إحنا بيكون لينا سكور شيت من الأول خالص. هم عايزيننا ملتزمين. دكتور أمان كان بتركز جدا على موضوع الالتزام ده، يعني ما نتأخرش، نيجي شكلنا مهندم مظبوط، كل حاجة فينا مظبوطة. وبعدين السكور شيت ده كان بيتجمع فيه، والأسئلة اللي كنا بنتسألها في الفاينل نايت، يعني كان في تقييم على كل خطوة من طبعاً الثلاث شهور اللي طبعا فاتوا دول. كنا يعني كل حاجة بنعملها بحساب. وفي الفاينل نايت بنتسأل سؤال، كل حكم بيسأل بنت من البنات سؤال، وعلى حسب الإجابة دي هي دكتور أمال بتشوف التايتل المناسب ليها، أو عامة هل ينفع أو ما ينفعش. لكن يبقى دي برضو إجابة للي بيتفرج على المسابقات دي يقول أصل ده دين حلوة واللي وراها حلوة وإحنا بنقعد نختار كده بنتفرج. بس هي أكيد في معايير تانية كتير. لالتزامك كمان واهتمامك الالتزام كان بموضوعات مهم مختلفة. جدا.